بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة أخواتي الطالبات الذين اجتازوا بكالوريا 2022، أقدم لكم تصحيح باك 2022 شعبة آداب وفلسفة رياضيات الموضوع الثاني والتمرين الثاني. إذن المتتالية الهندسية التي أسسها كيو موجب تماما وحدها الأول يو صفر، حيث يو صفر يساوي 3 ويو صفر زائد يو أن زائد يو اثنين يساوي 21. بين أن كيو دو زائد كيو ناقص سيس يساوي صفر، ثم استنتج أن كيو يساوي 2. ثانيا احسب U1 و U2. ثالثا ألف، اكتب عبارة الحد العام U1 بدالة N. B، هل العدد 96 حد من حدود المتتالية U1؟ رابعا احسب بدالة N مجموع SN، حيث SN يساوي U0 زائد U1 حتى UN. رابعا B، عين العدد طبيعيا حتى يكون SN يساوي 93. لاحظ أن 32 هي 2 أس 5. إذن القاعدة العامة للمتتاليات الهندسية UN، الحد العام هو Q الأساس مضروب في U N ناقص واحد، يعني اللي جي من قبله. إذن U N هي Q U صفر، U صفر عندنا ثلاثة، نكتبو U N هي ثلاثة Q. U اثنين هي Q U N، Q A هي ثلاثة Q، إذن ثلاثة Q مربع. الجمع U صفر زائد U A زائد U اثنين هي ثلاثة زائد 3 3 كيو زائد 3 كيو مربع 21، نقسم على 3 تقول لنا كيو 2 زائد كيو زائد 1 يساوي 7، أي كيو 2 زائد كيو زائد 1 ناقص 7 يساوي 0، أي كيو مربع زائد كيو ناقص 6 يساوي 0. إذن بين أن كيو صح. لنا لاحظوا كثير الحدود معادلة من درجة ثانية، نحسب لها المميز تاعها دلتا هو فانسنك 25، عندها زوج حلول كي واحد كي اثنين. ناخذ إنكما الحل الموجب كما نص عليه، كما منصوص عليه في التمرين. إذا اثنين هذه هي هذا هو الكيو اللي نستعملوه. اذا كيو نسميه 2. الوغ الحل U1 هي كيو U0 معناها 2 مضروب في 3 هو 6، U2 هي كيو 2 مثلا 6 12، UN U0 QN معناها 3 معناها UN هي 3 مضروب في 2 أس N. ثلاثة B، إذا كانت U N تساوي U N هل العدد حد من حدود المتتالية؟ إذا كانت U N هو الحد 96، إذا نكتب 3 مضروب في 2 أس N، 2 N هي 96 على 3 هي 32. لنا نقدر نحكمو هو نعرفو دينا مباشرة على حساب هذاك، نقدر نكتبو كذلك 2 أس 5 هي 32، إذا أن هي 5 ما يهمش. فيما يخص ربعة ألف، احسب بدلالة أن المجموع أس أن، هاهم يعني
U صفر عندك واحد ناقص كيو ان زيد واحد على واحد ناقص كيو، أي ثلاثة مضروب في اثنين ان زيد ناقص واحد. ربعة بي، إذا كان اس ان يسمى 93. اكتب إذن اس ان هي 93. اكتب أي ثلاثة مضروب في اثنين أس ان زائد واحد هو 96، لأن هذه ناقص واحد نقلها في الجانب الأيمن تولي 96. إذا اثنين أس ان زائد واحد هي 96 على ثلاثة معناها 32. إذا ان زائد واحد هي لوغاريتم 32 على لوغاريتم 2 معناها 5. إذن ان يساوي 4. إذن هذا هو النتيجة. هنا عين العدد الطبيعي ان حتى يكون اس ان يساوي 93. انتهينا.